بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب جميع المراحل التعليمية في كل أنحاء الدنيا، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة على الإسكولا. في البداية بحب أشكركم على متابعتكم لينا وعلى تعليقاتكم الجميلة، وأوعدكم إن شاء الله بالأفضل. حلقة النهاردة وعنوان الجملة الإسمية والجملة الفعلية. في البداية عايزين نعرف يعني إيه جملة. الجملة هي الكلام المفيد اللي بنفهم منه حاجة مفيدة، والجملة في اللغة العربية نوعين، الجملة الإسمية والنوع الثاني الجملة الفعلية. إيه هي الجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، وكمان لابد أن يكون لها ركنان أساسيان. إيه هما الركنين دول؟ أول ركن المبتدأ، وتاني ركن الخبر. يعني إيه مبتدأ؟ المبتدأ هو الذي نبدأ به الكلام ولازم يكون مرفوع، يعني الكلمة اللي ببدأ بها الجملة الإسمية بقول عليها مبتدأ. الركن الثاني الخبر. يعني إيه خبر؟ الخبر هو الذي يكمل مع المبتدأ معنى الجملة الإسمية، وبرضو لازم يكون مرفوع. لو جبنا مثال وقلنا الجنود منتصرون، فكلمة الجنود هي المبتدأ وكلمة منتصرون هي الخبر. طيب في مثال عايزين نقوله كمان، لو قلنا وجود الحدائق والأشجار العالية في المدن ضرورة، جملة زي دي كبيرة شوية، المبتدأ فين؟ المبتدأ كلمة وجود، والخبر كلمة ضرورة. عرفنا منين إن كلمة ضرورة هي الخبر؟ الكلمة التي تكمل مع المبتدأ المعنى هي الخبر، لذلك كانت كلمة ضرورة هي الخبر. وملاحظين إن كلمة وجود اسم، وده خدناه في الدرس اللي فات اللي هو أقسام الكلام، وعرفنا إن كلمة وجود اسم. طيب نعرف إن هي اسم منين؟ لو أضفنا ليها ألف ولام الوجود تنفع، إذن هي اسم، إذن دي جملة اسمية. كلمة وجود مبتدأ وكلمة ضرورة خبر. أما النوع الثاني من الجملة اللي هو إيه؟ الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، وبرضو تتكون من ركنين أساسيين، هما إيه بقى؟ الفعل والفاعل. طيب المفعول به هل ركن أساسي في الجملة الفعلية؟ أكيد لا، المفعول به ليس ركنا أساسيا في الجملة الفعلية، وأنا بقول عليه كده إن هو ضيف في الجملة وليس عضوا أساسيا في الجملة الفعلية. نيجي للركن الأول للجملة الفعلية، الفعل. إيه هو الفعل؟ الفعل هو ما دل على عمل يحدث في زمن، وده قلناه لما جينا نشرح الدرس أقسام الكلام، قلنا الفعل هو الذي يدل على عمل يحدث في زمن. والفعل ثلاثة أنواع، الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. يعني إيه فعل ماضي؟ يعني إيه فعل ماض؟ هو ما دل على عمل حدث في زمن مضى، يعني بقول عليه هو ما دل على عمل حدث قبل زمن التكلم. زي إيه؟ لعب، كتب، شرب. النوع الثاني الفعل المضارع، والفعل المضارع هو ما دل على عمل يحدث أثناء زمن التكلم أو بعد زمن التكلم. وقلنا قبل كده إن الفعل المضارع لازم يبدأ بحرف من الحروف الأربعة، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، عشان ما ننساهمش جمعناهم في كلمة أنيت. زي إيه؟ يلعب، ألعب، نلعب، تلعب. فعل الأمر. وفعل الأمر هو ما دل على وجوب الطلب، يعني بطلب شيء. زي إيه؟ العب، افهم، اسمع. تاني ركن من أركان الجملة الفعلية وهو الفاعل. يعني إيه فاعل؟ الفاعل هو الذي يدل على من قام بالفعل أو اتصف به. يعني إيه؟ يعني هو اللي بيعمل الفعل، ولازم يكون الفاعل برضو مرفوع. مثال لو قلت مثلا يلعب الطفل في الحديقة، فالركن الأول كلمة يلعب، وده طبعا فعل مضارع. الركن الثاني الطفل، وده فاعل لأن الطفل هو اللي عمل الفعل، وبرضو الفاعل لازم يكون مرفوع. في ملاحظة مهمة جدا لازم أقولها، في
في بعض الناس فاكرين ان الفاعل لازم يجي وراء الفعل مباشرة، وده كلام غير صحيح. لا يشترط ان يأتي الفاعل مباشرة بعد الفعل، فقد يتأخر الفاعل قليلا، ممكن يجي متأخر شوية. مثال، لو انا قلت جاء في السيارة طبيب المدرسة، جاء فعل ماض، فين الفاعل؟ كلمة طبيب هي الفاعل، وملاحظين ان كلمة طبيب لم تأتي بعد الفعل مباشرة. ايه هي علامات اعراب المبتدأ والخبر؟ والكلام ده مخصوص بقوله لأصدقائي الكبار، علامات اعراب المبتدأ والخبر. وزي ما اتفقنا ان المبتدأ والخبر لابد ان يكونا مرفوعين. اول علامة لرفع المبتدأ والخبر الضمة. امتى المبتدأ والخبر يرفعان بالضمة؟ اذا كان كل منهما مفردا، يعني لما اقول مثال مثلا الطالب المجتهد محبوب من الجميع، كلمة الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة محبوب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ايضا يرفع المبتدأ والخبر بالضمة اذا كان كل منهما جمع تكسير. لما نقول مثلا الاطفال سعداء بالعيد، كلمة الاطفال جمع تكسير ووقعت مبتدأ، يبقى كلمة الأطفال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة سعداء خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثالث حالة، إذا كان كل منهما جمع مؤنث سالما، لما نقول مثلا الطالبات الفائقات مكرمات، الطالبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ملاحظين ان الجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. مكرمات خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، دي اول علامة. يبقى نقول مع بعض، يرفع المبتدأ والخبر بالضمة اذا كان كل منهما مفردا او جمع تكسير او جمع مؤنث سالما. نيجي للعلامة الثانية اللي هي الألف. متى يرفع المبتدأ والخبر بالألف؟ يرفع المبتدأ والخبر بالألف إذا كان كل منهما مثنى. الكتابان الجديدان مفيدان، كلمة الكتابان وقعت مبتدأ وهي مثنى، إذن الكتابان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مفيدان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. العلامة الثالثة وهي الواو. يرفع كل من المبتدأ والخبر بالواو إذا كان كل منهما جمع مذكر سالما. مثال، المصريون فخورون بوطنهم، كلمة المصريون جمع مذكر سالم ووقعت مبتدأ، إذن المصريون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وكلمة فخورون جمع مذكر سالم أيضا ووقعت خبر، إذن هي خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. طب يا ترى بقى علامات إعراب الفاعل مختلفة عن علامات إعراب المبتدأ والخبر؟ أكيد لأ، علامات إعراب الفاعل هي نفسها علامات إعراب المبتدأ والخبر. نفتكرها مع بعض. الفاعل يرفع بالضمة في ثلاث حالات. أول حالة لو كان الفاعل مفرد، زي فهم الطالب، فهم الطالب، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. برضو الفاعل يرفع بالضمة لو كان جمع تكسير، زي ايه؟ لو قلنا احتفل الأصدقاء بالعيد، لاحظين ان كلمة الأصدقاء جمع تكسير وكلمة الأصدقاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من الفاعل يرفع بالضمة إذا كان جمع مؤنث سالما، زي ايه؟ جاءت المتفوقات، كلمة المتفوقات جمع مؤنث سالم، إذن كلمة المتفوقات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. العلامة الثانية برضو نفتكرها مع بعض اللي هي إيه؟ الألف. يرفع الفاعل بالألف إذا كان مثنى، زي إيه؟ نجح المجتهدان، كلمة المجتهدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ثالث علامة اللي هي إيه؟ الواو. يرفع الفاعل بالواو إذا كان جمع مذكر سالما. المثال، فاز اللاعبون بالمباراة،
كلمة اللاعبون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. دلوقتي جاء معادنا مع التدريبات. السؤال الأول: حدد نوع الجمل التالية وبين أركانها. الجملة الأولى بتقول: سقى المزارع الحديقة. جملة نوعها إيه؟ طبعا سقى فعل، يبقى دي جملة فعلية. طيب فين أركان الجملة أو فين ركني الجملة؟ الركن الأول سقى هو فعل ماض، الركن الثاني اللي هو الفاعل كلمة المزارع. مين اللي سقى؟ المزارع. إذن المزارع فاعل وهو ركن الثاني. الجنود عن وطنهم مدافعون. لاحظين أن كلمة الجنود فيها ألف ولام، والألف واللام زي ما خدنا في الدرس اللي فات علامة من علامات الاسم، إذن هذه جملة اسمية. الركن الأول للجملة الجنود وهو المبتدأ، والركن الثاني للجملة وهو كلمة مدافعون، الجنود مدافعون. السؤال الثاني: أعرف ما تحته خط في الجمل الآتية. عندي الجملة الأولى بتقول احتفل المصريون بعيد النصر، حطيت لي خط تحت كلمة المصريون، وملاحظين أن هذه الجملة جملة فعلية. بداية عشان نعرف إعراب صحيح لازم الأول نعرف نوع الجملة، فطبعا عرفنا ليها أن هي جملة فعلية، فاحتفل. مين اللي احتفل؟ المصريون. إذن المصريون فاعل، وملاحظين كمان أن كلمة المصريون جمع مذكر سالم، وقلنا قبل كده أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو. أقول المصريون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الجملة الثانية: الحدائق في مصر كثيرة. الحدائق في مصر كثيرة، جملة اسمية لأن كلمة الحدائق فيها ألف ولام، وكلمة الحدائق بدأنا بها الجملة، إذن الحدائق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة كثيرة تكمل مع المبتدأ معنى الجملة، إذن كلمة كثيرة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. آخر جملة معنا: اعتراف الإنسان بالحق فضيلة. كلمة فضيلة هي المطلوب إعرابها. ملاحظين الجملة من بدايتها إن هي جملة اسمية، كلمة اعتراف اسم وليست فعل. إزاي؟ اعتراف لو حطنا لها ألف ولام تبقى الاعتراف، تنفع، إذن دي جملة اسمية. اعتراف مبتدأ. نعرف فضيلة إيه؟ فضيلة ملاحظين إن كلمة فضيلة تكمل مع كلمة اعتراف الجملة، إذن كلمة فضيلة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة. أرجو أن أنتم تكونوا استمتعتوا معايا، وزي ما تعودنا كل مرة تحت الفيديو هتلاقي في شيت، ياريت تحل الشيت دوت وتبعت لنا الإجابات، وكمان هتلاقي اختبار تفاعلي، حل الاختبار هتطلع لك نتيجة وانت قاعد. أي سؤال أي شيء عايز تعرفه ياريت تبعت لنا، وما تنساش تعمل لنا لايك لو الفيديو عجبك، وكمان تعمل شير لكل أصحابك، وما تنساش برضو تعمل لنا سبسكرايب للقناة. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.